أكبر الله أكبر النصر آت ولا نقول إلا كما علمنا جدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما جدكم فهو أنا بين جدي وبين جدكم. لن نكون إلا بمدرسة النبي محمد ولن نقول إلا إن لله وإنوات، لأن سوريا هي الحق وبشار الأسد على حق ونحن مع الحق. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الإعلامي محمد دياب. يا سماحة العلامة الدكتور البوطي، وكنا كلما ذكرناه نقول حرفه الله، واليوم قام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا لون دماء.